السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نوجد معكم واحد البغرير اللي ناجح 100%. المهم شنو غادي نحتاجوا له؟ غادي نحتاجوا واحد الكاس نتاع الدقيق، ثلاثة نتاع الكيسان نتاع السميدة رقيقة. هنا عندي الخميرة، غادي نحتاج معلقة ديال الخميرة، وغادي نحتاج معلقة نتاع سنيدة، وغادي نحتاج واحد المعلقة نتاع الخل، وغادي نحتاج هنا عندي جوج خمارات ولكن ما نديرهمش كاملين، ندير واحدة ونص، وما غاديش نديرهم في هذه المرحلة الأولى، غادي نديرهم حتى المرحلة الثانية حتى نبغي نطيب. المهم نبداو بسم الله، نديرو الدقيق، السميدة، ندير الخميرة، المهم هي معلقة كبيرة، أنا درت جوج معالق صغار. بالنسبة للسنيدة غادي ندير هي معلقة صغيرة. حتى الخل غادي ندير معلقه صغيره. كما قلت لكم دابا غادي ندوز باش غادي نكب، ندير القياس ديال الماء، غادي نعبره قدامكم باش تعرفوا شحال درت. المهم الخميره قلت لكم، الخماره الحلوه قلت لكم حتى من بعد. الماء ضروري خصو يكون دافي، ما يكونش عاوتاني سخون وما يكونش بارد، ضروري يكون دافي. واحد، جوج، هنايا ثلاثة نتاع الكيسان اللي درت، المهم انا بقى نزيدو الماء، غير نحاول نخلطو هكا بعدا مزيان، لحقاش راه باقي تقيل. وفي هاد المرحله ممكن ديرو في هذا في خلاط، المهم اي طحان عندكم ديروها، ضروري خص يتطحن مزيان. المهم غادي نحاول نطحنو غير بهذا، غادي ندوز غادي نطحنو بهذا، وعاد موراها غادي نزيد الماء، ولكن دابا من الاحسن نطحنو وهو تقيل. دابا من بعد ما طحنت شويه غادي نزيد عليه الماء. هذا الكاس الرابع، وغادي نزيد نطحن. واحد الحاجه نسيتها البنات هي الملحه، الملحه نسيتها، دابا غادي نزيدها. غادي نزيد الكاس الخامس والاخر. صافي دابا من بعد ما ساليت صافي بالتراب وزدلو الماء اللي يكفيه، كما شفتوا معايا درت خمسة نتاع الكيسان نتاع الماء، دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يرتاح. غادي نخليها البنات نص ساعة حتى يرتاح، وراكم تلاحظوا باللي ما درتلوش الخمارات باقي، حتى غادي نبغي نطيبو عاد ندير له الخمارات. صافي البنات هنا من بعد ما خليته كيما قلت لكم نص ساعه، غادي نحاول نخلطو، ودابا عاد غادي نزيد له سميتو، غادي نزيد له هادو الخميره، الخميره ديال الحلوه، وغادي ندوز نطيبو زعما ديريكت.
علاش البنات خليت الخميره هي الاخرى؟ لحقاش فاش كديروها في الاول وكتخليوه يرتاح صافي كيمشي المفعول نتاعها. هي من الاحسن تخليوها حتى تبغيو هكا طيبو. المهم كما شفتوا معايا ندير خماره ونص، خماره ونص، ونخلط مزيان. ضروري تخلطوا مزيان باش تدخل هذيك الخماره في العجينه كامله وصافي غادي ندوزو مباشره نطيبو. صافي هنايا غادي نشعل البوطه، وغادي نشعلها ضروري فاش تحطو يكون مجهد، ماشي زعما تنقصولها. غادي ديروا العافيه مجهده، ومن بعد فاش يتقب كامل من الفوق عاد زعما تنقصوا العافيه. المهم ضروري المقله خاصها تكون بارده. ندير هنايا هكا، ديروا العبار نتاع المقله نتاعكم. انا درت هنايا واحد المغرفه ومغرفه ونص على حسب العبار نتاع المقله نتاعي، وصافي غادي نخليها هكا حتى يتقب مزيان حتى يطيب زعما كامل. المهم البنات ها هي كي وجدات، شوفوا تبارك الله متقبه مزيان. المهم غادي نحيدها. كل مره غادي تديروا شي وحده ضروري تكبوا شويه باش تبردوا المقله. هي شويه ديما هكا باش تبردوا المقله، حيت ما خصكمش ديروا تحطوه في المقله وهي سخونه. نمسح غير هذا الشيء اللي لصق هكا وصافي، وغادي نكملو بنفس الطريقه حتى نكملو كل شيء. المهم البنات هذا هو البغرير من بعد ما كملته. شوفوا كيجي ما شاء الله تبارك الله، كيجي كامل متقبها غزال. المهم هذه الوصفه البنات رانا جي حام 100%. هي واحد الحاجه هي انكم فاش تبغيو تطيبوه ديروا القياس نتاع العجينه اللي تكبوها في المقله يكون قياس نتاع هذيك المقله، ما تحاولوش تكثروا لحقاش الا كثرتوا وغادي يجي غليظ ما غاديش يتقب البنات. ولكن الا درتوا غير القياس نتاعكم نتاع المقله، راه كل وحده كتعرف القياس نتاعها، راه غادي يجي هكا ولا حسن. شوفوا ما شاء الله كامل هكا. المهم هذا هو البغرير نتاع هذا النهار، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. وصافي دابا غادي نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.